يعني ان شاء الله السكشن ده عايزين نتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ لو خدت في المحاضره مع دكتور عيسى حاجه اسمها اللاين دي انتجرال تمام؟ طيب هنا الانتجريشن يا جماعه بيكون على الصوره دي اي بتساوي انتجريشن انت بتعمل انتجريشن لفانكشن فانكشن لفانكشن في اكس وواي بالنسبه لاكس زائد فانكشن ثانيه في اكس وواي بالنسبه لايه؟ لواي. طيب انت بتعمل انتجريشن بتمشي على مسار معين ماشي او تمشي على باس معين الباس ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه سي تمام؟ يبقى انا همشي على المسار او همشي على الباس اللي اسمه سي. خلي بالك بقى ايه المشكله؟ المشكله دلوقتي ان انت وانت بتتكلم بالنسبه لاكس هل هتقدر تعتبر الواي كونستنت؟ لا ما تقدرش تعتبر الواي كونستنت. ليه؟ لان انت وانت بتتحرك على المسار ده انت وانت ماشي الاكس والواي الاثنين ايه؟ الاثنين بيتغيروا صح ولا لا؟ وانا بكمل بالنسبه لاكس ما اقدرش اعتبر الواي كونستنت وانا بكمل بالنسبه للواي ما اقدرش اعتبر الاكس كونستنت. فالمفروض ان احنا الانتجريشن ده هنحاول نحوله لانتجريشن كله على الاكس بس او كله على ايه؟ على الواي بس. طيب انت بقى دلوقتي بالنسبه لللاين انتجرال في عندك نوعين من المسائل. اول نوع ان الباس بتاعك يبقى اوبن باس. يعني ايه اوبن باس؟ يعني انا هروح اتحرك من نقطه وهروح لنقطه ثانيه مش هرجع لنقطه البدايه ايه؟ تاني تمام؟ يبقى الباص ده اوبن، يعني انا رايح من نقطه رايح لايه؟ لنقطه ثانيه، يعني مثلا هنا هو بيقول لك اتحرك من النقطه اللي اسمها كام وكام؟ اللي اسمها 1 و0، روح للنقطه اللي اسمها كام وكام؟ روح للنقطه اللي اسمها اي و1، تمام؟ وبعد كده بيقول لك امشي على ايه؟ امشي على الباص اكس بتساوي اي باور واي، اكس بتساوي اي باور واي دي اللي هي واي بتساوي ايه؟ للاكس، صح ولا لا؟ يبقى هتمشي على المسار ده اللي هو واي بيساوي لل اكس تمام؟ فهو بيقول لك امشي على الباص ده من النقطة 1 و0 للنقطة اي 1. فانت هنا اتحركت هنا يا جماعة اتحركت من النقطة رحت لنقطة تانية ما رجعتش لنقطة البداية تاني فده بنسميه تكامل على ايه؟ على اوبن باص. طيب التكامل على الاوبن باص يا جماعة برضه في كذا نوع من المسائل. أول نوع إن الانتجريشن بتاعك يبقى إيه يا جماعة؟ يبقى ديبندنت على الباص. يعني ايه ديبندنت على الباص؟ يعني كل ما نغير ايه يا شباب؟ المعدل بتاع مين؟ بتاعت الباص هنلاقي قيمه ايه يا جماعه؟ قيمه الانتجريشن بيحصل فيها ايه؟ بتتغير تمام؟ يعني رغم ان نقطه البدايه والنهايه هما ممكن لو مشيت على الباص ده اطلع قيمه، لو مشيت على باص تاني اطلع قيمه تانيه، لو مشيت على باص تالت اطلع قيمه تالته، ماشي؟ يبقى ساعتها بنقول ان التكامل ده ماله؟ ديبندنت على الباص، يعني بيعتمد على المسار،
يعني كل ما هغير الايكويشن بتاع الباس مع ان نقطه البدايه والنهايه ما اتغيروش، بس انا مشيت على باس مختلف الاقي قيمه الانتجريشن مالها بتتغير، يبقى ساعتها اقول الانتجريشن ديبندنت اون ذا باس. طيب ايه بقى شرط ان الانتجريشن بتاعك يبقى ديبندنت اون ذا باس؟ الشرط بتاعك ان لو عملت ديريفيتيف للي جنب الدي اكس بالنسبه للواي ما يطلعش قد لو عملت ديريفيتيف للي جنب الدي واي بالنسبه للاكس. يعني اللي جنب الدي اكس بعمله ديريفيتيف بالنسبه لمين؟ واللي جنب الدي واي بعمله ديريفيتيف بالنسبه لمين؟ لو الاثنين دول ما طلعوش قد بعض يبقى الانتجريشن ده ديبندنت ايه؟ اون ذا باس. يعني الانتجريشن ده هيعتمد على المسار. يبقى عشان انا اطلع نفس النتيجه بتاعتك لازم احنا الاثنين نمشي على نفس الايه؟ نفس المسار. عشان كده انا لازم اديك الايكويشن بتاع الباس، تمام؟ يعني في المساله دي يا جماعه اول ما تلاقي الانتجريشن ده على اوبن باس، يعني ده من بوينت رايح لبوينت ثانيه، اول حاجه اشوف الانتجريشن ده ديبندنت على الباس ولا اندبندنت على الباس. فاعمل ايه؟ البي بتاعتي هنا بكام؟ باكس اي باور واي، والكيو بتاعتي بكام؟ بزيرو. فبارشال بي بارشال واي هيطلع بالدريفيتيف بتاعك اهو، وبارشال كيو بارشال اكس هيطلع بكام؟ بزيرو. هيطلع بارشال بي بارشال واي مش قد مين؟ بارشال كيو بارشال اكس. يبقى ده معناه ان الانتجريشن بتاعك هيبقى ماله؟ هيبقى ديبندنت على ايه يا شباب؟ على الباس. يبقى طالما الانتجريشن ده ديبندنت على الباس يبقى انت لازم تمشي على الباس ده عشان تطلع نفس النتيجه اللي انا ايه عايزك تطلعها. لان انت لو غيرت الباس ده هتيجي تلاقيها هتطلع قيمه مختلفه للايه؟ للانتجريشن، تمام؟ يبقى طالما الانتجريشن طلع ديبندنت على الباس يبقى انت لازم تلتزم بالباس اللي انا مديهولك في المساله. طيب هنعمل ايه بقى؟ في الحاله دي يا جماعه هنعمل ايه؟ في الحاله دي بنستخدم الايكويشن بتاعت مين يا شباب؟ نستخدم الايكويشن بتاعت الايه؟ الباس. علشان ايه يا جماعه؟ علشان نحول الانتجريشن كله على ايه؟ كله على الاكس او كله على مين يا شباب؟ على الواي. يعني انا عايز اخلي الانتجريشن ده زي ما قلت لك، طالما انت بتكمل بالنسبه لاكس يبقى عايز تخليه كله الاكس، او لو بتكمل بالنسبه لواي عايز تخليه كله واي، تمام؟ لان انت وانت بتكمل بالنسبه لاكس الواي دي مش ايه؟ مش كونستنت، تمام؟ طيب فانا هعمل ايه؟ هروح قايل ان لو الايكويشن بتاعت الباص كانت على الصوره بتاعت اكس بتساوي فانكشن في الواي، يبقى ممكن نخلي الانتجريشن يا شباب كله على الايه؟ الواي. لو الايكويشن بتاع الباس بتاعتك كانت ايه؟ لو الايكويشن بتاعت الباس كانت على الصوره بتاع مين يا شباب؟ بتاع الواي بتساوي اف اوف اكس، يبقى ممكن اشيل الواي واكتبها اف اوف اكس، يبقى ممكن اخلي الانتجريشن كله على مين؟ ها؟ كله على الاكس. المهم ان انت هتحاول ايه؟ تخلي الانتجريشن كله على ايه؟ على الواي او كله على ايه؟ على الاكس. طيب انت دلوقتي عندك ايكويشن بتاع الباس اكس بتساوي اي باور واي، يبقى ده معناه ان دي اكس بيساوي ايه؟ اي باور واي دي واي ولا لا؟ يبقى ده معناه ان التكامل اللي انت عايز نحسبه اللي هو تكامل اكس اي باور واي دي اكس، انا اقدر اشيل الاكس دي واحط مكانها اي باور واي، واقدر اشيل دي اكس واحط ايه؟ اي باور واي دي واي، يبقى دي بتاعت الاكس ودي بتاعت الدي اكس، يبقى انا كده خليت التكامل كله على ايه يا جماعه؟ كله على الواي. دلوقتي هعرف اعمل بقى انتجريشن. طب انت بتنتجريت من الواي بكام للواي بكام؟ من 0 ل 1، يبقى الكلام ده هيدي لك اي باور 3 واي على 3 وعوض بال 0 ل 1 اللي هي هتطلع اي باور 3 على 3 ماينس لما تعوض بال 0 هيديك كام؟ 1. يبقى هو ده قيمه التكامل ولا لا؟ كان ممكن واحد تاني بدل ما الاكس فانكشن في واي يخلي ايه؟ في الواي فانكشن في اكس، تمام؟ ولو انت خليت الواي فانكشن في اكس يبقى ساعتها هتعمل ايه؟ حاول التكامل كله على مين؟ على الاكس. يعني انت لو جبت الواي فانكشن في اكس يعني قلت واي بين الاكس يبقى ساعتها هتحول التكامل ده كله على ايه؟ كله على الاكس. فاهمين يا جماعه؟ طيب لو انا مثلا جيت قلت لك ايه؟ لو جيت قلت لك احسب التكامل
the sine x dx, the cosine y dy. وقلت لك الفاصل اسمه c بيتكون من ايه يا جماعه؟ من التوب هاف بتاع السيركل x سكوير زائد y سكوير ايكوال 1 من اول 1 و 0 لغايه نيجاتيف 1 و 0 و اللاين سيجمنت من نيجاتيف 1 و 0 لغايه نيجاتيف 2 و 3. هتعمل انت ايه دلوقتي يا جماعه؟ هو بيقول لك احسب التكامل ده على القاس. القاس ده مقام من كام جزء؟ القاس ده يا جماعه مقام من جزئين. يعني انت دلوقتي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا لو ده الاكس وده الواي ماشي؟ بيقول لك انت هتتحرك على الدايره دي من النقطه كام وكام؟ 1 و0 اللي هي دي لغايه النقطه نيجاتيف 1 و0. الحاله دي انا همشي على القاس ده. القاس ده معادلته اكس سكوير زائد واي سكوير بيساوي كام؟ 1. بعد كده اتحرك على اللاين سيجمنت من النقطه نيجاتيف 1 و0 لغايه ايه؟ لغايه النقطه نيجاتيف 2 و3. يعني هنا هتحرك على ايه؟ على خط ماشي؟ الخط اللي هو من نيجاتيف 1 و0 لغايه نيجاتيف 2 وكام يا شباب؟ و3 ماشي؟ يبقى انت رايح دي نقطه البدايه بتاعتك ودي نقطه النهايه بتاعتك، بس هتتحرك من هنا لهنا على الدايره وهتتحرك من هنا لهنا على الخط. يعني التكامل بتاعي هيبقى عباره عن تكامل على الدايره زائد التكامل بتاع الايه؟ بتاع اللاين. يعني انت هترسم الايه؟ الباص بتاعك مقسوم حتتين تمام؟ فانت هتكمل على كل حته لوحدها. طيب تعالى نمسك الباص الاولاني. الباص الاولاني معادلته ايه؟ x سكوير زائد y سكوير ايكوال كام؟ 1. طيب خلي بالك بقى من ايه؟ خلي بالك ان لو الباص بتاعك كان ايه يا شباب؟ كان سيركل تمام؟ فاسهل حاجه للتعامل مع الايه؟ مع السيركل انك تكتب ايه يا شباب؟ تكتب معادله السيركل في ايه؟ في صورة بارامتريك. يعني ايه يا جماعة؟ يعني لما يبقى عندك x سكوير بلس y سكوير بتساوي a سكوير، دي كده بنسميها ايه؟ بنسميها الكارتيزيان ايه يا شباب؟ ايكويشن. يعني دي معادلة في الاكس والواي بتاعت مين؟ بتاعت السيركل. طيب المعادلة دي تقدر تقول عليها ان هي x بتساوي a كوزاين t y بتساوي a sin t. دي يا جماعه بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها البارامتريك ايه يا شباب؟ بنقول عليها البارامتريك ايكويشن بتاعت مين يا جماعه؟ بتاعت السيركل. ليه؟ لانك لو شلت الاكس في كوزاين يبقى الاكس سكوير بقى سكوير كوزاين سكوير، والواي سكوير بقى سكوير ساين سكوير، يبقى مجموعهم هيديك ايه سكوير ولا لا؟ يبقى الاكس والواي دول بيحققوا المعادله دي ولا لا؟ يبقى دي الصوره الايه؟ البارامتر تمام؟ طيب خلي بالك لو انت بتتكلم على السيركل كلها ماشي؟ اللي هي السنتر بتاعها اوريجن والريديوس بتاعها كام؟ تي. هنا تي تلاقي ان التي بتاعتك في صفر، هنا التي بكام؟ باي على 2، هنا التي بكام؟ باي، هنا التي بكام؟ 3 باي على 2، وهنا التي ب 2 باي تمام؟ فلو انت بتتكلم على نص الدايره يبقى التي بتاعتك هتبقى كام؟ التي بتاعتك هتبقى من 0 لباي صح ولا لا؟ يبقى احنا هنا بالنسبه لسي 1، سي 1 ده هقول ان معادلته اكس بتساوي طبعا الايه هنا بواحد، يبقى الاكس هتساوي ايه؟ كوساين تي، والواي هتساوي ايه؟ ساين تي. وهتيجي تلاقي ان ايه يا جماعه؟ ان في عندك هنا التي بتاعتك من كام لكام؟ من 0 لباي. طيب طبعا تخلي بالك ان في الحاله دي طالما الاكس والواي ايه يا جماعه؟ بارامتريك، البارامتريك فورم، يبقى هنحول ايه يا شباب؟ الانتجريشن كله على الايه؟ على التي ماشي؟
يعني طالما انا عندي الانتجريشن بتاعي الباس بتاعي مكتوب في الصوره ايه؟ صوره بارامتر. خلي بالك لو الباس بتاعك مكتوب اكس فانكشن في واي يبقى بتحاول تكامل كله على الاي. لو الباس بتاعك مكتوب واي فانكشن في اكس تحاول تكامل كله على الاكس. طب لو الباس مكتوب في صوره بارامتر يبقى بحاول تكامل كله على التي. يبقى انا هشيل الاكس واحط مكانها كوزاين تي واشيل واي واحط مكانها ساين تي. طيب وساعتها من هنا الدي اكس هيبقى بكام؟ هيبقى نيجاتيف ساين تي دي تي. والدي واي هيبقى بكام؟ هيبقى بكوزاين تي دي تي. يبقى الانتجريشن ده يا جماعه اللي هو لو انا مشيت على الباص اللي اسمه سي واحد هيبقى الانتجريشن اسمه ساين اكس، يعني ساين وجواه كوزاين تي في الدي اكس. الدي اكس اللي هي مين؟ اللي هي نيجاتيف ساين تي تمام دي تي. بعد كده بلس كوزاين واي يبقى بلس كوزاين الواي اللي هي ساين تي في الدي واي. الدي واي اللي هي كوزاين تي دي تي. والتي من كام لكام؟ من زيرو لباي ولا لا؟ طبعا التكامل ده سهل. ليه؟ لان التفاضل اللي جوه موجود هنا صح؟ يعني دي فانكشن ديريفيتيف اللي جواها موجود بره، يبقى هتكمل الساين هيدي لك ايه؟ نيجاتيف كوزاين. وتكتب اللي جواها زي ما هو ولا لا؟ نفس الكلام التفاضل دي موجود هنا يبقى ده تديك تكامل الكوزاين اللي هو ساين. واكتب ايه؟ اللي جواها زي ما هو واروح معوض بالصفر والباي. فطلع عني هنا لما تعوض بالباي كوزاين باي بكام؟ بنيجاتيف واحد تمام؟ يبقى دي هتبقى نيجاتيف كوزاين نيجاتيف واحد ماشي؟ ولما تعوض بالباي ساين باي بايه؟ بزيرو. ساين زيرو بزيرو. لما تعوض بالزيرو ماشي هتيجي تلاقي ايه؟ المفروض ماينس وعوض بمين؟ بالزيرو. لما عوض بالزيرو في ماينس هنا هتبقى بلس. هتبقى دي كوزاين ايه؟ كوزاين ايه؟ في كوزاين واحد او جواها واحد اللي هي كوزاين زيرو. ولو عوضت هنا بزيرو هتجيب زيرو. طيب هتيجي تلاقي ان دي كانها ايه؟ كوزاين نيجاتيف واحد هي نفسها ايه يا جماعه؟ لا كوزاين بتشيل النيجاتيف فدي كانها كوزاين كام؟ نيجاتيف كوزاين واحد زي كوزاين واحد يبقى التكامل ده بكام؟ بزيرو تمام؟ يبقى التكامل بتاعي ده هيبقى بايه؟ هيبقى بزيرو ماشي؟ طيب ده التكامل على الايه؟ على الدايره دي ماشي؟ طيب لسه بقى ناقص التكامل على ايه يا جماعه؟ على الخط. طيب وانت ماشي على الخط الباص الثاني اسمه ايه؟ الباص الثاني سي 2 عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن خط. هات معادله الخط ده. مش ده خط بيمر من نقطتين ايه؟ يعني سي 2 ده عباره عن ايه؟ عباره عن لاين. اللاين ده بيعدي منين؟ بيعدي نقطتين. النقطه الاولانيه كام؟ النقطه الاولانيه نيجاتيف 1 و0 والنقطه الثانيه نيجاتيف 2 و3 ولا لا؟ لو دي كانها اكس 1 ودي واي 1 ودي كانها اكس 2 واي 2 يبقى معادله الخط واي ناقص واي 1 اللي هي 0 على اكس ناقص اكس 1 تبقى بلس 1 بيساوي y2 ناقص y1 اللي هي 3 ناقص 0 على x2 ناقص x1 اللي هي نيجاتيف 2 زائد 1. يبقى الكلام ده هيديك فوق 3 وهيديك تحت نيجاتيف 1 يبقى الواي بكام؟ الكلام ده هيديك نيجاتيف 3 يبقى الواي هتبقى نيجاتيف 3 x نيجاتيف 3 صح ولا لا؟ طيب فانا هعمل ايه يا جماعه؟ المفروض ان دي الايكويشن بتاع الباس مظبوط؟ يبقى دي واي بكام؟ عباره عن نيجاتيف 3 ايه يا شباب؟ دي اكس. يبقى احنا هنحول الايه يا جماعه؟ الانتجريشن كله على مين؟ كله على الاكس. يبقى الانتجريشن وانا ماشي على الباص اللي اسمه سي 2 اقول انتجريشن ساين اكس خلاص دي هسيبها اكس في الدي اكس زائد كوزاين واي اشيل واي واحط مكانها ها؟ اشيل واي واحط مكانها ايه؟ نيجاتيف 3 اكس نيجاتيف 3 في نيجاتيف 3 دي اكس ولا لا؟ وخلي التكامل كله على ايه؟ على الاكس تمام؟ اللي هي من كام لكام؟ الاكس من نيجاتيف 1 لنيجاتيف 2 انت ماشي مع الباص تمام؟ طيب ده يا جماعه او كان ممكن اعمل ايه؟ كان ممكن اقول انا هكامل الساين اكس بالنسبه لاكس من نيجاتيف 1 لنيجاتيف 2 وهكامل ايه؟ الكوزاين واي بالنسبه لواي بس من اول ايه؟ من 0 ل 3 تمام؟ المهم ان وانت بتكامل بالنسبه لاكس
يبقى لازم يبقى ده كله اكس. وانت بتكامل بالنسبه لواي لازم كل ده يبقى واي. ماشي؟ يا اما عايز عندك هنا اكسات يبقى تحول الدي واي دي اكس. المهم ان لو دي اكس لازم يبقى كل اللي جنبها فانكشن في اكس. لو دي واي يبقى كل اللي جنبها فانكشن في واي. تمام؟ فانت ممكن تعمل الكلام ده وتكامل كل الكلام ده على الاكس، او تكامل ده بالنسبه لاكس وتكامل ده بالنسبه لايه؟ لواي. تمام؟ فاكيد يا جماعه ان من هنا الكلام ده هيديك انتجريشن الساين بكام؟ نيجاتيف كوزاين معوض بدول. بعد كده طبعا دريفيتيف اللي جوه بره هتعمل انتجريشن للكوزاين بكام؟ بساين، واعوض النيجاتيف واحد بالنيجاتيف اثنين واطلع رقم. طبعا الاي في الاخر هيبقى عباره عن اي سي واحد زائد ايه؟ اي سي اثنين. اي سي واحد بكام؟ كان بزيرو، يبقى هو هيطلع ايه؟ الرقم بتاع مين؟ بتاع اي سي اثنين. تمام؟ يبقى دلوقتي يا جماعه التكامل بتاعي ده تكامل على ايه؟ على اوبن باث. تمام؟ يعني انا رحت من نقطه رحت لنقطه ثانيه. تمام؟ فالتكامل بتاعك طالما على اوبن باث يبقى المفروض بتشوف التكامل ده ديبندنت على الباث ولا اندبندنت على الباث. طبعا التكامل ده برضه هيطلع ايه يا جماعه؟ هنا لو فضلت ده بالنسبه لايه؟ لا انت المفروض عندك ايه؟ المفروض هنا يا شباب التكامل ده لو فضلت ده بالنسبه لمين؟ دي البي ودي مين؟ كيو. طب اتفضل دي بالنسبه لمين؟ للواي. هيطلع بكام؟ بزيرو. وتفاضل الكيو بالنسبه للاكس هيطلع بكام؟ هيطلع بزيرو. صح ولا لا؟ يعني المفروض ان التكامل ده هيبقى ماله؟ هيبقى اندبندنت على الباث. تمام؟ لان التفاضل ده طلع قد ايه؟ قد التفاضل ده. تمام؟ يعني التكامل ده مش هيعتمد على ايه يا جماعه؟ على شكل الباث. يعني انت لو غيرت شكل الباث تمام؟ هتلاقي قيمه التكامل مالها؟ ما بتتغيرش، هي هي. تمام؟ ليه؟ لان التفاضل ده بالنسبه لواي طلع قد التفاضل ده بالنسبه لمين؟ للاكس. تمام كده؟ طيب لو انا جيت اديتك مساله ثانيه، جيت قلت لك ايه؟ لو انا جيت قلت لك انا عايز تكامل من زيرو الفايع على الاربعه لواحد الفايع على الاثنين ل e باور 2y ماينس y كوزاين xy dx بلس 2x e باور 2y ناقص x كوزاين xy زائد 2y dy. طيب لو انا يا جماعه جيت قلت لك انا عايز احسب التكامل ده احسبه ازاي؟ الانتجريشن ده يا شباب ماشي انا هنا ما اديتكش ايه؟ هنا ما ادالكش ايكويشن ايه؟ ايكويشن بتاع الباس صح ولا لا؟ يبقى غالبا الانتجريشن ده ماله؟ اندبندنت على الايه؟ على الباس. او ممكن يديلك ايه؟ ممكن يديلك ايكويشن باس بس تكون ايه؟ بس تكون صعبه. يعني يقول لك مثلا الواي مثلا ايكوال سيك انفرس اكس مثلا. تمام؟ اديك ايكويشن باس صعبه، فلما اجي اعوض بيها هنا هيطلع لي انتجريشن ايه؟ صعب. تمام؟ في الحاله دي برضو لو دي يا جماعه الانتجريشن كان ماله؟ كان اندبندنت ماشي على الباس، من حقي ايه يا شباب؟ من حقي اغير ايه يا جماعه؟ اغير الايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت الباث. ماشي؟ يبقى طالما الانتجريشن بتاعك اندبندنت على الباث يبقى من حقك انك تعمل ايه؟ انك تغير الايكويشن بتاعت الباث. طيب اعرف منهم اندبندنت ولا لا؟ هسمي ده ايه؟ بي، وهسمي ده ايه؟ كيو. طب لو انا جيت اجيب بارشال بي بارشال واي اعمل دريفت ده بالنسبه لواي هيبقى 2 اي باور 2 واي.
بعد كده الدريفتيف ده بالنسبه للواي ده برودكت، هقول الدريفتيف الاولاني نيجاتيف 1 في الكوساين. بعد كده دريفتيف الكوساين بكام؟ نيجاتيف ساين، يبقى دي بوست ايه؟ ساين. في تفاضل اللي جوه بالنسبه للواي اللي هو هيجيب مين؟ اكس. طيب لو انا عايز اجيب بارشال كيو بارشال اكس، افاضل الكلام ده بالنسبه لاكس، التفاضل ده هيجيب كام؟ 2 اي باور 2 واي، ده برضه برودكت، هقول دريفتيف الاولاني اللي هو نيجاتيف 1 في الكوساين. بعد كده دريفتيف الكوساين نيجاتيف ساين، هتبقى دي بوستيف اكس في الساين. الدريفتيف اللي جوه بالنسبه لاكس اللي هو واي. واضح ان بارشال اي بارشال واي طلعت قد مين؟ بارشال كيو بارشال اكس. يبقى ده معناه ان الانتجريشن بتاعك ماله؟ اندبندنت على ايه؟ على الباس. طالما الانتجريشن بتاعك اندبندنت على الباس يبقى اعمل ايه يا جماعه؟ اقدر اختار اي ايه؟ اي باس. هو انت هتتحرك من انهي نقطه؟ هتتحرك من النقطة اللي اسمها 0 باي على 4 اللي هي النقطة دي 0 وباي على 4. هروح للنقطة اللي اسمها كام؟ 1 وباي على 2 اللي هي النقطة دي، تمام؟ فبتيجي تقول يا جماعة إن أسهل باس ماشي؟ إنك تتحرك إيه يا شباب؟ لا، إنك تتحرك بارلل لمين؟ بارلل للأكسيز، يعني تتحرك موازي للمحاور. يعني ايه؟ يعني يا اما تتحرك كده منطبق على ايه؟ على الواي، او بعد كده بدل للاكس، او تتحرك بدل للاكس وبعد كده بدل لمين؟ للواي. يبقى اسهل حاجه ان انا امشي موازي للمحاور. فالمسار بتاعي هيتقسم لايه يا جماعه؟ لجزئين، جزء اسمه سي 1 وجزء اسمه ايه؟ سي 2. طيب انا دلوقتي لو انا ماشي على المسار اللي اسمه سي 1، سي 1 ده هيبقى معدلته ايه؟ سي 1 ده يا جماعه هيبقى معدلته ايه؟ مش انت منطبق على الواي اكسس؟ يبقى سي 1 ده معدلته اكس بتساوي كام؟ يبقى الدي اكس بكام؟ ب 0. يبقى الانتجريشن بتاعي طالما الدي اكس ب 0، طالما الدي اكس ب 0 يبقى انت طيرت كل ده، وطالما الاكس ب 0 يبقى انت طيرت الترمين دول، يبقى هيطلع لك مين؟ انتجريشن 2 واي دي واي، صح ولا لا؟ عشان كده ده اسهل مسار انك تمشي ايه؟ منطبق على الاكسيس او بارل للاكسيس، تلاقي معظم الكلام ده صح. طيب انت بقى دلوقتي وانت بتتحرك من واي بكام لواي بكام؟ من باي على 4 لباي على 2. طبعا ده تكامل بسيط، هتعوض بالباي على 4 وتعوض بالباي على 2 وتروح مطلع رقم. يبقى ده هو باي سي 1. بعد كده هروح داخل على مين؟ على الباص الثاني سي 2. سي 2 ده معدله ايه؟ واي ايكوال ايه؟ باي على 2، عشان ده خط هوريزونتال، صح؟ طيب طالما الواي كونستانت يبقى ده معناه ان الدي واي بكام؟ ب 0. طيب طالما الدي واي ب 0 يبقى انت صفرت الجزء ده، تمام؟ هتعوض هنا بقى على الواي بكام؟ باي على 2. يبقى التكامل ده هيبقى التكامل باي على 2 2 تبقى باي، وهعوض هنا باي على 2 يبقى نيجاتيف باي على 2 كوساين باي على 2 اكس. طبعا انا هكمل الكلام ده بالنسبه لاكس، من اول اكس بكام لغايه اكس بكام؟ من 0 لغايه اكس بواحد. يبقى الكلام ده يا جماعه هيدي لك اي باور واي ده رقم، هتروح ضربه في اكس. طبعا التفاضل اللي جوه موجود بره، يبقى التكامل هيجيب تكامل كوساين اللي هي ساين باي على 2 اكس، وعوض بالزيرو والواحد واروح مطلع رقم. يبقى ده معناه ان الاي في الاخر هتبقى عباره عن مين؟ الاي سي 1 زائد الاي سي 2، تمام؟ يبقى انا هنا يا جماعه لو لقيت التكامل بتاعي اندبندنت على الباس، لو لقيت التكامل بتاعي ماله؟ اندبندنت على الباس، يبقى في الحاله دي ايه؟ في الحاله دي اسهل حاجه ان انا اعمل ايه؟ ان انا امشي يا اما منطبق على الاكسيس يا اما بدل لمين؟ للاكسيس، تمام؟ السؤال اللي فات كان ينفع نعمل كده، تمام؟ بس السؤال اللي فات بدل شويه هقول لك طريقه اسرع كمان. ماشي؟ طيب تعال بص، يبقى التكامل يا جماعه دلوقتي المسألة اللي انا كنت بتكلم عليها تكامل على اوبن ايه؟ باس. شكل التكامل بيبقى عامل ازاي؟ شكل التكامل بيبقى فانكشن في اكس وواي في اكس زائد فانكشن في اكس وواي في دي واي. طالما التكامل على اوبن باس يعني انا بتحرك من نقطه رحت لايه؟ لنقطه ثانيه. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي اشوف التكامل ديبندنت على الباس ولا اندبندنت على الباس؟ ديبندنت على الباص لو ده ما بيساويش ده، اندبندنت لو ده بيساوي ده. لو ده ما بيساويش ده يبقى انت لازم تلتزم بالباص اللي انا اديته لك في المساله، تمام؟
ولازم تحول الانتجريشن كله يا كله على اكس يا كله على الواي استخدام ايكويشن الباس. لو ده قد ده يبقى انت ممكن ايه؟ ممكن تسيبك من الباس حتى لو انا اديتهولك او ممكن انا ما ادلكش باس في المساله. تمام؟ وفي الحاله دي انت هتمشي على اسهل باس. ايه اسهل باس؟ ان انا امشي ايه؟ مقلب للاكسيز يا اما على الاكسيز. تمام؟ طيب لو انا جيت بقى يا جماعه اديتك شكل تاني للاين انتجرال، يعني ايه؟ يعني لو كان اللاين انتجريشن على الصوره اللي هي ايه؟ اللي هي اي بتساوي انتجريشن فانكشن في الاكس والواي مضروبه في دي اس. يعني هو هنا ما ادالكش الانتجريشن بصوره بي دي اكس زي كيو دي واي. يعني ما ادالكش الانتجريشن يا جماعه بايه؟ بالمنظر ده. تمام؟ وما ادالك الانتجريشن بصوره ايه؟ ده الانتجريشن بصوره فانكشن مضروبه في دي اس. مين الدي اس ده؟ الدي اس ده يا جماعه مش انت عندك باص؟ الباص ده لو انت خدت حته صغيره قوي منه، الحته الصغيره دي هي دي اسمها ايه؟ الدي اس. تمام؟ طيب الحته دي مش تقدر انت ايه؟ تحللها كده تقول ان الدي اس دي لو ده سميته دي اكس وده سميته ايه؟ دي واي، يبقى الدي اس دي هتبقى عباره عن ردود ايه يا شباب؟ دي اكس سكوير زائد دي واي سكوير ولا لا؟ طيب في عندك بقى احتمال من الاثنين، ان انت لو الباص معدته كانت على ايه يا جماعه؟ على الصوره اللي هي واي بتساوي ايه؟ فانكشن في الاكس. يبقى الاحسن ناخد ايه يا جماعه؟ ناخد دي اكس سكوير ايه؟ كومن. لو انت اخدت دي اكس سكوير كومن يبقى دي اس هتساوي ايه؟ هتساوي روت واحد زائد دي واي باي دي اكس سكوير في دي اكس. يبقى هو ده القانون بتاع مين؟ بتاع الدي اس. يبقى انا حولت الدي اس ده لدي اكس. تمام؟ بس هنا هنجيب مين؟ دي واي باي دي اكس منين؟ من المعادله بتاعت مين؟ بتاعت الباص. طبعا هيبقى اسهل تجيب دي واي على الاكس عشان تجيب الواي فانكشن في ايه؟ في الاكس. طيب لو انا يا جماعه لو الباص معادلته كانت ايه يا شباب؟ كانت على الصوره اللي هي ايه؟ اكس بتساوي ايه يا شباب؟ فانكشن في الواي. طالما الاكس فانكشن في الواي يبقى الاحسن ناخد ايه؟ الاحسن ناخد دي واي سكوير هي اللي ايه يا شباب؟ هي اللي كومن. فلو خدت دي واي سكوير كومن يبقى الدي اس هتساوي ايه؟ هتساوي روت واحد زائد دي اكس على دي واي سكوير مين؟ بالدي واي. تمام؟ طبعا هنا هنجيب مين؟ دي اكس على دي واي منين؟ من معدل الباص. تمام؟ طيب افرض ان انا الباص كانت معدلته في صوره بارامتريك. يعني ايه معدلته في صوره بارامتريك؟ يعني معدل الباص كانت اكس بتساوي فانكشن في تي والواي بتساوي برضه ايه يا شباب؟ فانكشن في تي. يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها الدي اس دي كانت هتساوي ايه؟ الدي اس دي بقى يا جماعه ساعتها هتبقى عباره عن ايه؟ الدي اس دي في الحاله دي هتبقى عباره عن روت ايه؟ دي اكس باي دي تي سكويرد بلس دي واي باي دي تي سكويرد مضروبه في الدي تي. يبقى انت دلوقتي انا ممكن ادي لك ايكويشن الباس ماشي او ايكويشن ممكن اديك الشكل ايه؟ الانتجريشن بتاع اللاين انتجرال في صوره ثانيه. بدل ما بقولك في صورة بي دي اكس زي كيو دي واي، لا اديك الايه؟ اللاين انتجرال على الصورة دي فانكشن في اكس وواي مضروبة في دي اس. فدي اس بتتفك كده او بتتفك كده او بتتفك كده على حسب انا بديك الايه؟ الايكويشن بتاعت الباص. واي فانكشن في اكس يبقى احسن اجيب دي على دي اكس، اكس فانكشن في واي يبقى احسن اجيب دي اكس على دي واي. مديهالك في صورة بارامتريك يبقى احسن من ايه؟ الرول ده للدي اس. طيب تعالى كده ناخد مسألة على الكلام ده. لو انا جيت قلت لك يا جماعة قلت لك مثلا احنا عايزين نحسب انتجريشن بتاع اكس واي باور 4 ساين واي في الدي اس، والباص بتاعي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اللاين ايه يا شباب؟ اللاين سيجمنت ماشي من ايه؟ من البوينت 0 3 ل
دي البوينت اللي اسمها كام؟ 4 وزاد. فانت هتعمل ايه يا جماعه عشان تحل المساله دي؟ اللي انت هتعمله هنا ان اول حاجه نجيب ايه يا جماعه؟ نجيب معادله الايه؟ معادله الباص، صح ولا لا؟ الباص بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن لاين. فانا هقول واي ناقص واي واحد اللي هي 3 على اكس ماينس اكس واحد اللي هي 0 بيساوي واي 2 ناقص واي واحد على اكس 2 ناقص اكس واحد، تمام؟ يبقى الكلام ده هيديك ايه؟ هيديك 3 على 4، يبقى الواي هتساوي 3 على 4 اكس بلس 3. يبقى هي دي الايكويشن بتاعت الباص ولا لا؟ طيب طالما انا مديك الواي فانكشن في ايه؟ في اكس، ممكن اروح اجيب مين؟ دي واي على دي اكس، هتبقى 3 على 4 دي اكس، صح؟ يبقى ساعتها هتيجي تلاقي ايه؟ ساعتها هتيجي تلاقي ان الدي اس اقدر استخدم القانون بتاع 1 زائد دي واي على دي اكس سكوير في دي اكس. يبقى هتيجي تلاقي ان هي روت 1 زائد دي واي على دي اكس بكام؟ ماشي؟ دي واي على دي اكس بكام؟ 3 على 4 بس هعمل لها ايه؟ سكوير في دي اكس. يبقى الكلام ده هيطلع ده 9 على 16 و16 على 16 اللي فيه كام؟ 25 على 16، يعني هيدي لك 5 على ايه؟ على 4. يبقى انا اقدر اشيل الدي اس دي واحط مكانها ايه؟ 5 على 4 دي اكس. على 3 واي بار 4 ماينس 16 واي بار 3
حاضرها تاني، اديني 80 على 3 واي باور 3 ناقص 48 واي سكويرد. هفاضلها تاني، ادي لك ايه؟ 80 واي سكويرد ماينس دي هتدي لك 96 واي. هفاضلها تاني هتديني 160 واي ماينس 96، بعد كده هتديني 160، بعد كده هتديني ايه؟ زيرو. ودي ساين هتبقى نيجاتيف، كوزاين هتبقى نيجاتيف، ساين هتبقى كوزاين، هتبقى ساين هتبقى نيجاتيف كوزاين. وده ده بالبلس واللي بعده بالماينس واللي بعده بالبلس ماينس بلس. تمام؟ في عندنا عايز كام ده؟ كام ده بكام؟ يبقى دي هتبقى بايه؟ بالماينس. ماشي؟ وعوض الثلاثه والسته واطلع ايه يا جماعه؟ واطلع رقم. اللي هو ده قيمه التكامل بتاعه ولا لا؟ يبقى خلي بالك بقى ان انا لو اديتك التكامل بتاعي تكامل فانكشن مضروبه في دي اس، يبقى الدي اس دي لازم احولها لايه؟ يا اما التكامل على الدي اكس، يا اما التكامل على الدي واي، يا اما التكامل على مين؟ على دي تي، صح كده؟ طيب لو انا جيت اديتك مساله ثانيه، ايه؟ على حسب ما دكتور هيثم قال لك، يعني قال لك هو هيقبله منك لو طلعت الرقم بتاعه على طول، ولا قال لك يعملوه؟ ولا تنقص الدرجه. ايه؟ لو قال لك تنقص درجه في الانتجريشن يبقى تنقص درجه في الانتجريشن، يبقى هو حاطط جزء من الدرجه على انك تعمل الايه؟ الانتجريشن. طيب لو انا جيت قلت لك هنا قلت لك احسب ايه؟ قلت لك هنا في عندك سن ايه يا شباب؟ سن واير. الواير ده انا تبنيته على الشكل بتاع ايه؟ بتاع سن ايه يا شباب؟ سيمي سيركل. سيمي سيركل دي معادلها اكس سكوير زائد واي سكوير بتساوي 4 واكس اكبر من 0. بيقول لك هنا لو اللينير دنسيتي از ا كونستانت اسمه كي، هل الماس بتاعه الواير. طيب خلي بالك بقى من حاجه مهمه، ان الناس بتاعت سن واير هتبقى عباره عن الانتجريشن بتاع مين؟ الرو. الرو دي اللي هي مين؟ اللينير دنسيتي بالجرام بير سنتيمتر في مين؟ في الدي اس. يبقى انا عملت انتجريشن الدنسيتي في الدي اس هيديني يا شباب؟ هيديني الماس. واعمل انتجريشن على ايه؟ على الواير. طيب هو دلوقتي بيقول لك الواير ده شكله عامل ازاي؟ شكله عباره عن اكس سكوير بلس ايه؟ واي سكوير ايكوال كام؟ 4. بس هياخد الجزء اللي عليه مين؟ عشان هو قال لك خد الحته اللي فيها ايه؟ الاكس اكبر من 0، يعني هو اخد نص الدايره اللي فيها الاكس اكبر من ايه؟ من 0. ده الباص بتاعي. تمام؟ طيب وانا ماشي على الباص ده يا جماعه، المفروض هنا ان انا عايز منك تجيب الماس. انا قلت لك ان اللينير دنسيتي دي كونستانت اسمه ايه؟ يبقى انا كاني بعمل انتجريشن للكي في الدي اس، صح ولا لا؟ طيب احنا قلنا لما يكون الباص ايه يا شباب؟ لما يكون الباص عباره عن ايه؟ عباره عن سيركل. الاحسن نكتب ايه؟ الباص في صوره ايه؟ في صوره بارامتريك. تمام؟ طب لما تكتب الباص في صوره بارامتريك، انت عندك اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 4، يبقى الصوره البارامتريك ان الاكس ب 2 كوساين تي والواي ب 2 ايه يا شباب؟ ساين تي. تمام؟ طيب المفروض بقى في الحاله دي هتيجي تلاقي ان دي اكس باي دي تي بكام؟ بنيجاتيف 2 ايه؟ ساين تي. ودي واي باي دي تي بكام؟ هتبقى 2 كوساين تي. طيب الدي اس ده بقى هنقوله في البارامتريك ايه؟ ها؟ دي اس هيبقى عباره عن روت
dx dt squared plus dy by dt squared والكلام ده مضروب في dt يعني هيبقى root ده square اللي هو 4 sin square زي ده square اللي هو 4 cosine ايه square يبقى الكلام ده هيطلع ده زائد ده 4 هيطلع بره الروت ب 2 دي تي تمام كده يبقى الماس بتاعتك هتبقى عباره عن ايه هتبقى عباره عن كي في انتجريشن الدي تي صح ولا لا ماشي في 2 تمام طيب ناقصك تجيب ايه ليميت تي التي من كام لكام طيب هنا التي يا جماعه بكام ممكن تقول ان هي من نيجاتيف باي على 2 مش هنا التي بزيرو وهنا التي بكام باي على 2 صح مش هنا التي بزيرو وهنا باي على 2 وهنا باي وهنا 3 باي على 2 او نيجاتيف باي على 2 تمام يبقى التي بتاعتك هتبقى من كام لكام من نيجاتيف باي على 2 لباي على 2 تمام يبقى الكلام ده من الاخر هيطلع بكام هيطلع 2 كي طبعا تكامل الدي تي ده هيديك كام تي وهعوض باي على 2 ماينس ماينس باي على 2 يبقى الكلام ده هيتضرب في كام؟ في باي يبقى الماس هتطلع 2 كي باي تمام؟ يبقى انا دلوقتي يا جماعه لو عايز اجيب الماس ماشي بتاع واير وانا مدي لك ايه؟ اللينير دنسيتي يبقى ايه قانون الماس؟ هتبقى انتجريشن ايه؟ الدنسيتي في مين؟ طيب كل ده يا جماعه احنا كنا بنتكلم على لاين انتجريشن فين يا شباب في 2 دي صح يعني ايه في 2 دي يعني في الاكس والاي والواي تمام طيب لو هنا يا جماعه مثلا عندك ايكويشن ايه لو عندك معادله لاين ايه يا شباب انتجرال بس فين بس في 3 دي يعني ايه يعني مثلا لو انا جيت قلت لك ايه لو جيت قلت لك انا عايز الانتجريشن بتاع اكس اي باور واي زد دي اس و الباس بتاعك هو عباره عن ايه يا جماعه هو عباره عن اللاين ايه اللاين سيجمنت من البوينت اللي اسمها ايه 0 و0 و0 لغاية البوينت اللي اسمها 1 و2 و3 يبقى هنا ايه الفرق ان المساله دي فين يا جماعه في 3 دي فيها اكس واي وايه فانكشن بعملها انتجريشن فانكشن فيها اكس واي وزد يبقى طبعا بقى خلي بالك ان لو عندك انتجريشن فانكشن في اكس واي وزد مضروبه في دي اس الدي اس دي لازم نفكها ايه يا جماعه بارامتريك لان انا هنا ما عنديش اكس واي بس انا عندي اكس واي وايه وزد يعني دي اس دي هتساوي ايه هتساوي روت ايه يا شباب دي اكس باي دي تي سكوير بلس دي واي باي دي تي سكوير بلس دي زد باي دي تي سكوير في دي تي ماشي يبقى لو انا اديتك معادله فيها ايه فيها اكس واي وزد يبقى الدي اس دي لازم تفكها ايه بارامتريك والاكس والواي والزد دول لازم نكتبهم بدلاله مين التي ونخلي اللي يا شباب الانتجريشن كله على مين على التي تمام يبقى لو الفانكشن بتاعتك اللي بتكملها مش فانكشن اكس واي بس بقى لا ده فيها اكس واي وزد في اكس واي وزد يبقى احسن حاجه تحاول الانتجريشن ده كله على ايه على التي طيب لما اجي احاول الانتجريشن ده على التي هعمل ايه يا جماعه اروح اقول ايه اروح اقول ان دلوقتي انت عايز تجيب ايكويشن لاين بس خلي بالك اللاين ده في 3 دي ماشي بنيجي نقول بقى علشان نجيب معادله ايه يا جماعه معادله لاين في 3 دي لازم يكون معاك ايه لازم يكون معاك فيكتور بارل لللاين و بوينت على الايه على اللاين طيب اللي انا اعرفه ان اللاين ده عليه 2 بوينتس واحده اللي هي الاوريجن والثانيه اللي هي 1 و2 وايه و3 طيب انت من ال 2 بوينتس دول تقدر تجيب الفيكتور ولا لا يبقى الفيكتور بتاعك هيبقى عباره عن 1 و2 و3 ماينس الاوريجن تمام كده يعني هيطلع 1 و2 و3 برضه
والثرد ان البوينت بتاعتك للسهوله هي الاوريجن، ممكن تاخد اي واحده فيهم. تمام؟ يبقى ده معناه ان الايكويشن بتاع مين؟ بتاعت اللاين. لو تفتكر كنت بتجيب كوش اللاين ازاي؟ كنت بتقول اكس ناقص اكس البوينت على مين؟ اول كومبوننت في الفيكتور بتساوي واي ناقص واي البوينت على ثاني كومبوننت في الفيكتور، بتساوي زد ناقص زد البوينت على ثاني كومبوننت في الفيكتور ولا لا؟ مش دي معادله خط في 3 دي؟ لو انا معايا ايه؟ لو معايا بوينت على اللاين وفيكتور بارل اللاين، وكانت الصوره دي بتسميها انت الصوره الايه؟ كنت بتسميها الصوره السيمتريك. تمام؟ كان في صوره ثانيه اسمها الصوره بارامتريك، لو انت سويت الكلام ده بايه؟ بتي، فساعتها هيطلع لك ان الاكس بتي والواي ب 2 تي والزد ب 3 تي. هو ده بقى يا جماعه، هو ده الايه؟ الايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت الباص. من هنا بقى تقدر تجيب مين؟ دي اكس باي تي بكام؟ بواحد، ودي واي باي تي بكام؟ باثنين، ودي زد باي تي بكام؟ بثلاثه. تمام كده؟ يبقى معناه بقى ان الدي اس هتبقى عباره عن ايه؟ روت 1 سكوير زائد 2 سكوير زائد 3 سكوير. في الدي تي هتطلع روت ده 9، 9 و 4 13، 13 1 14. يبقى دلوقتي بقى يا جماعه انا اقدر احول الانتجريشن ده لايه؟ اقدر احول الانتجريشن ده لانتجريشن اكس، اقدر اشيل اكس دي واحط مكانها ايه؟ تي. واقدر اقول اي باور واي زد، اي باور واي زد، يبقى اي باور واي، مين هي الواي؟ تبقى 6 دي سكوير دي تي ولا لا؟ يبقى التكامل اللي فوق ده اتحول للدي اس بقى، شيلها احط مكانها كام؟ رول 14 دي تي. يبقى انا حاولت التكامل، التكامل سهل تمام؟ بس ناقص لي اجيب ايه؟ اجيب حدود مين؟ الدي. طيب مش انت اتحركت من النقطة 0 و 0 و 0؟ طيب عند 0 و 0 و 0 الدي كانت بكام؟ الدي كانت بزيرو. ليه؟ لان انت لو حطيت الاكس بزيرو هتلاقي تي بزيرو، لو حطيت الواي بزيرو هتلاقي تي بزيرو، لو حطيت الزد بزيرو هتلاقي تي بزيرو، يبقى عند النقطه دي تي بكام؟ بزيرو. طيب عند النقطه اللي اسمها 1 و2 و3 هتلاقي تي بكام؟ هتلاقي تي بواحد، لانك لو حطيت الاكس بايه؟ بواحد هتلاقي تي بواحد، لو حطيت الواي باثنين هتلاقي تي بواحد، لو حطيت الزد بثلاثه هتلاقي تي بواحد. يبقى واضح ان انا متحرك من النقطه تي بزيرو لغايه تي بكام؟ سيبك من روت 14 ده رقم، دي اي باور حاجه، دريفيتيف الباور ب 12 تي، طب انا ناقصت 12 يبقى اضرب في 12 واقسم على 12، يبقى الكلام ده يديك اي باور 6 تي سكوير، واعوض بزيرو الواحد واطلع ايه؟ رقم. تمام؟ يبقى انا دلوقتي يا جماعه لو عايز احسب لاين انتجرال بس ل 3 دي، تمام؟ يبقى لازم احول الانتجريشن ده لايه؟ للصوره البارامتريك، تمام؟ اللي هو للتي، تمام؟ وكامل اعمل التكامل كله على ايه؟ على تي. طيب كل ده احنا كنا بنتكلم على انتجريشن على ايه يا شباب؟ على اوبن باس. يعني ايه اوبن باس؟ يعني انا بتحرك من بوينت اروح لايه؟ اروح لبوينت ثانيه، تمام؟ طيب في بقى النوع الثاني اللي هو الانتجريشن على ايه يا شباب؟ على كلوزد ايه؟ كلوزد باس. انا دلوقتي لو عايز اعمل انتجريشن بس الانتجريشن ده انتجريشن على ايه؟ على كلوزد ايه يا شباب؟ على كلوز باث. دلوقتي يا جماعه في عندنا انت دلوقتي عايز تحسب انتجريشن على كلوز باث، يبقى العلامه دي علامه بنسميها علامه ان الباث ده ايه؟ كلوز باث. يعني انا بدات من بوينت ولفيت ورجعت لنفس الايه؟ البوينت تاني. طيب انا بعمل انتجريشن لفانكشن اسمها بي اوف اكس واي دي اكس زي فانكشن اسمها كيو اوف اكس واي في دي واي، تمام كده؟ طيب دلوقتي يا جماعه في عندنا واحد اسمه جرين. جرين ده عمل ثيرم قال لك ايه؟ قال لك ان التكامل على الكلوزد باس اللي هو بي دي اكس زائد كيو دي واي، قال لك التكامل ده انا اقدر احوله لك ايه؟ مش انت عندك كلوزد باس؟ عندك باس مقفول كده اسمه سي؟ الباس ده مش جواه ريجون؟ افرض ان الريجون دي اسمها ايه؟ ار. فجرين ده اثبت ايه؟ اثبت ان التكامل على الكلوزد باس هو هو ان انا اعمل دبل انتجريشن على الريجن اللي جوه. تمام؟ طب اعمل دبل انتجريشن لمين؟ قال لك امسك الكيو دي اعمل لها دريفيتيف بالنسبه لاكس، وامسك البي دي اعمل لها دريفيتيف بالنسبه لواي واطرحها. هي دي الفانكشن اللي انت هتكملها. يبقى جرين ده قدر يعمل ايه يا جماعه؟
جرين ده قدر يحول ايه؟ قدر يحول التكامل على كلوز باس، يحول المساله دبل انتجريشن تمام على الريجن اللي جوه. بس الفانكشن اللي انا هكملها هي تفاضل مين؟ ده بالنسبه لاكس ماينس ديريفيتيف، ده بالنسبه لمين؟ للواي. طيب يعني طبعا خلي بالك ده من ايه؟ خلي بالك ان لو تفاضل الكيو بالنسبه للاكس طلع قد تفاضل البي بالنسبه للواي. هنا بقى مفيش حاجه اسمها ديبندنت واندبندنت على الباس. ديبندنت واندبندنت ده لما يبقى تكامل على ايه؟ على اوبن باس. لكن هي تكامل على ايه؟ على كلوز باس. فالحاله دي لو الاثنين دول طلعوا قد بعض يبقى ده معناه ان الانتجريشن على كلوز باس ده هيطلع بكام؟ هيطلع بزيرو، صح ولا لا؟ ماشي؟ علشان كده يا جماعه في اول مساله احنا حليناها خالص. ماشي؟ في اول ايه؟ في اول مساله احنا حليناها اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت عباره عن ان انت عندك تكامل ماشي؟ بتاع مين؟ بتاع ساين اكس دي اكس زائد كوزاين واي دي واي. تمام؟ وكنت بتكامل على باص اللي هو اكس سكوير زائد واي سكوير بتساوي واحد. من النقطة واحد وزيرو للنقطة نيجاتيف واحد وزيرو. ماشي؟ فاكرين الايه؟ الحتة دي؟ لما جينا نجيب هنا يا جماعة مش دي البي؟ ودي الكيو؟ جيت افاضل البي بالنسبة للواي طلعت بكام؟ بزيرو. وجيت افاضل الكيو بالنسبة للاكس طلعت بكام؟ يبقى ده معناه ان تفاضل البي بالنسبة للواي قد تفاضل الكيو بالنسبة للاكس، يبقى ده معناه ان الانتجريشن ده هيطلع بزيرو. ليه هيطلع بزيرو؟ عشان الباص ده ماشي كان شكله عامل ازاي؟ مش كان عباره عن النص دايره دي؟ ماشي؟ لو انا هنا يا جماعه بكامل على الكلوز باص، لو انا كملت على الكلوز باص ده تمام؟ كملت على الباص ده وعلى الباص ده تمام؟ ففي الحاله دي هتيجي تلاقي التكامل ده هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو تمام؟ لا لان ايه؟ لو التكامل بتاعي تكامل على كلوز باس يبقى ساعتها التكامل ده هيبقى بيه يا جماعه؟ هيبقى بزيرو صح؟ يبقى جرين ده عمل ايه يا شباب؟ او جرين ده قال ايه؟ جرين ده قال ان انت لو عندك تكامل على كلوز باس انا اقدر احولك التكامل ده لدبل ايه؟ انتجريشن على مين؟ على الريجن اللي جوه مين؟ اللي جوه الكلوز يا شباب؟ اللي جوه كلوز باس. يعني تعالى كده لو احنا جينا اخدنا مساله على الكلام ده. لو انا جيت قلت لك ايه؟ لو انا جيت قلت لك احسب الايه يا جماعه؟ اللاين انتجرال اللي هو ايه؟ قال لك احسبه بطريقتين. أول طريقة احسبه على طول، وتاني طريقة قال لك استخدم النظرية بتاعت مين؟ بتاعت جرين. طبعا يا جماعة النظرية بتاعت جرين دي ما تنفعش إلا لو الباص كان إيه؟ كان كلوز باص. لو أنا مثلا جيت قلت لك أنا عايز انتجريشن على كلوز باص إكس واي في دي إكس زائد إكس سكوير في دي واي. طيب الباص بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن الترينجل، عبارة عن المثلث اللي الفيرتسيز بتوعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن 0 0 و 3 و 0 و 3 و 1 و 0 و 1. ده الرتانجل. طيب يعني فين الباص يا شباب؟ الباص بتاعي عبارة عن رتانجل، عبارة عن مستطيل. الرؤوس بتاعته او البرتيزيز بتاعته 0 و 0 وكام؟ و 3 و 0 وكام؟ و 3 و 1 وكام؟ و 0 و 1. يبقى ده كده هو الايه يا شباب؟ هو الباص بتاعي. ودي الريجن اللي جوه الباص. طيب دلوقتي بقى فاول مطلوب هو بيقول لك احسب الكلام ده دايركتلي. يعني ايه دايركتلي؟ يعني نمشي على ايه؟ على الباص. الباص ده يا جماعه هيتقسم لكام باص؟ لاربعه. يبقى ساعتها لو مشيت على الباص هتكون التكامل ده هو اي سي 1 زائد اي سي 2 زائد اي سي 3 زائد اي سي 4. وانا ماشي على سي 1، سي 1 ده معدته ايه؟
سي واحد ده الاكس اكسس يبقى معادلته واي بزيرو يبقى معادلته الدي واي بزيرو صح ولا لا؟ طالما الدي واي بزيرو يبقى ده طار وطالما الواي بزيرو يبقى ده طار. يبقى اي سي واحد هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو. طيب لو انا مشيت على الباس اللي اسمه سي 2 سي 2 ده معادلته ايه يا جماعه؟ ها؟ كان صح تمام؟ يعني انا لو مشيت على كلوز باس من بره
يعني لو مشيت على الاربعة ايه باسز دول ماشي هي هي لو كملت ايه على الاريا اللي جوه بس كملت مين بارشال كيو اكس ماشي ماينس بارشال بي بارشال واي تمام فاهمين يا جماعه يبقى فهمنا كده الحته بتاعت جرين دي ها تعالى كده لو جينا خدنا مساله ثانيه لو انا جيت قلت لك ايه لو انا جيت قلت لك انا عايز احسب انتجريشن على كلوست باس اكس دي اكس بلس واي دي واي و الباس اللي اسمه سي يتكون من ايه يا جماعه من اللاين سيجمنتس من النقطه 0 1 للنقطه 0 0 و من النقطة 0 0 هيمشي على لاين تاني لغاية 1 و 0 وبعد كده هيمشي على البارابولا اللي اسمه ايه؟ y تساوي ماينس x سكوير من 1 و 0 عشان يرجع لنقطة البداية تاني اللي هي 0 ايه؟ 1 يعني انا دلوقتي يا جماعة الباص بتاعي شكله عامل ازاي؟ لو ده x وده الواي الباص بتاعي انت دلوقتي بتتحرك من النقطة كام وكام؟ بدايتك كان 0 1 دي نقطة البداية ماشي هتروح فين؟ هتروح ل 0 0 يبقى انت هتمشي على الخط ده ماشي؟ طيب بعد كده من 0 0 هتروح فين؟ هتروح ل 1 و 0 وهتمشي على الخط ده بعد كده هتمشي على البارابولا 1 ناقص x سكوير اللي هو البارابولا ده ماشي ده معادلته y تساوي 1 ناقص x سكوير من اول 1 و 0 عشان ترجع لمين؟ ل 0 1 يبقى الباص بتاعي متقسم لكام حته؟ لثلاث حتت تمام؟ برضه هو بيقول لك احسب التكامل ده بطريقتين مره تمشي على كروس باص ومره تمشي على ايه؟ على 7 جري اللي هو الكامل على الريجن الايه؟ اللي جوه تمام؟ طيب دلوقتي يا جماعه لو انا حسبت الكلام ده في الاول حسبته دايركتلي يعني حسبته على طول كملت على الباص يبقى انا هقول التكامل على الباص ده عباره عن مجموع الايه؟ التكامل على سي 1 وسي 2 وسي ايه يا شباب؟ وسي 3 صح ولا لا؟ طيب انا دلوقتي بقى لو انا ماشي على الباص اللي اسمه سي 1، سي 1 ده واي اكسس يعني معدلته اكس بكام؟ ب 0 يعني دي اكس بكام؟ ب 0 طب طالما اكس ب 0 ودي اكس ب 0 يبقى هتيجي تلاقي ان الترم ده ايه؟ راح هيطلع لك انتجريشن ايه؟ y دي y طيب الواي من كام لكام؟ من 1 ل 0 صح ولا لا؟ يبقى المفروض دي هتديك y سكوير على 2 وعوض ال 1 بال 0 يبقى هيديك 0 ماينس وعوض ال 1 هيديك ايه؟ ماينس نص طيب بعد كده هتروح داخل على ايه؟ على c ايه؟ c 2 ده الاكس اكسس يعني c 2 ده معدلته ايه؟ c 2 ده الاكس اكسس يعني معدلته هتبقى y ايكوال ايه يا شباب؟ زيرو. انا هنا عندي سي 2 هيبقى عباره عن y equal 0 يبقى ده معناه ان دي y ب 0 يبقى الترم ده صفر يبقى i سي 2 هتبقى عباره عن ايه؟ انتجريشن x دي x طيب الاكس من كام لكام؟ من 0 ل 1 تمام؟ طيب يبقى الكلام ده هيديك x سكوير على 2 وعوض ال 0 ل 1 يبقى التكامل ده هيطلع بكام؟ هيطلع بنص طيب وانا ماشي على سي 3 سي 3 ده عباره عن البارابولا ده طب البارابولا ده معادلته ايه؟ معادلته y بتساوي 1 ماينس x سكوير يبقى ده معناه ان دي y نيجاتيف 2 x ايه؟ دي x صح ولا لا؟ يبقى هتيجي تلاقي ان الانتجريشن ده هيبقى عباره عن انتجريشن ال x تمام؟ في ال dx زائد ال y دي ممكن اشيلها احط مكانها ايه؟ 1 ناقص x سكوير في نيجاتيف 2 x dx وكامل الكلام ده على ال x، ال x من كام؟ من 1 لل x بكام؟ ب 0 صح ولا يعني كاني بعمل انتجريشن من 1 ل 0 ل x لو ضربت دي جوه هتبقى نيجاتيف 2 x زائد 2 x ايه؟ باور 3 dx طيب دول لما تجمعهم هيدوك نيجاتيف x تعمل لها انتجريشن يبقى x سكوير على 2 ودي هتبقى x باور 4 على 4 وعوض بمين؟ بال 1 وال 0 لو عوضت ال 0 هيديك 0 ناقص لو عوضت بال 1 هيديك نيجاتيف نص زائد 2 على ايه؟ على 4 صح؟
هيدي لك نيجاتيف نص زائد 2 على 4 اللي هي برضه ايه؟ نص. مظبوط؟ يبقى الكلام ده هيطلع بكام؟ يبقى ده معناه ان الانتجريشن بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ هيصفر لان هو نيجاتيف نص زائد نص زائد 0. يبقى الانتجريشن ده بكام؟ بزيرو. طيب انت بقى لو استخدمت ايه؟ الكلام اللي قاله جرين يا جماعه هتعمل ايه؟ لو استخدمت الكلام اللي قاله جرين، يعني دي تاني حاجه، لو انا استخدمت الكلام بتاع مين؟ بتاع جرين ماشي ثيوري، هعمل ايه؟ هقول دلوقتي ان البي كام؟ الاكس والكيوب كام؟ واي. هجيب بارشال بي بارشال واي هيطلع بزيرو، هجيب بارشال كيو بارشال اكس هيطلع بزيرو. يبقى الانتجريشن عباره عن انتجريشن بتاع عباره عن مين؟ زيرو ماينس زيرو. صح؟ يبقى الانتجريشن ده هيطلع بكام؟ هيطلع بزيرو. فده نفس الكلام اللي قاله جرين ولا لا؟ طيب خلي بالك بقى ان في تطبيق كده للجرين. ايه التطبيق بتاع جرين ده بقى؟ بنيجي نقول يا جماعه علشان نحسب ايه؟ نحسب الاريا بتاعت مين؟ بتاعت الريجن باستخدام ايه يا شباب؟ باستخدام جرين ايه؟ جرين ثير. يعني لو قال لك احسب ايه؟ قال لك احسب اريا الريجن بس باستخدام ايه؟ باستخدام جرين. فانت هتعمل ايه؟ هتقول ان انا اقدر اقول ان الاريا هي عباره عن تكامل على كلوزد باث بتاع مين؟ بتاع مثلا فانكشن زي اكس دي واي. ليه؟ هو جرين قال ايه؟ قال فانكشن اسمها اكس دي واي دي هتيجي تلاقي ان البي بتاعتها بكام؟ بزيرو، والكيو بتاعتها بكام؟ باكس، صح؟ طب يبقى ده معناه ان بارشال دي بارشال واي هتبقى بزيرو، وبارشال كيو بارشال اكس هتبقى بكام؟ واحد. يبقى جرين قال لك ان الكلام ده هيطلع هو هو مين؟ دبل انتجريشن بتاع بارشال كيو بارشال اكس ناقص بارشال بي بارشال واي في الدي اريا، يعني هيطلع انتجريشن الدي اريا، يعني هيديك الاريا ولا لا؟ يبقى انا ممكن بدل ما احسب الاريا اروح اعمل ايه؟ حاسب التكامل على كلوزد باث ده. صح؟ هي لو قلت نيجاتيف واي دي اكس. يعني انت لو عملت تكامل على كلوزد باث نيجاتيف واي دي اكس، ليه؟ لان في الحاله دي تيجي تلاقي ان البي بكام؟ البي نيجاتيف واي والكيوب كام؟ بزيرو. يبقى بارشال بي بارشال واي بنيجاتيف واحد وبارشال كيو بارشال اكس بزيرو. يبقى الكلام ده هيديك انتجريشن لمين؟ زيرو ماينس ماينس واحد في الدي اريا، يبقى هيديك تكامل مين؟ الدي اريا، برضه هيدي لك الاريا ولا لا؟ تمام؟ طيب يبقى برضه ممكن احسب التكامل ده. او ممكن اجمع ايه؟ اجمع الاثنين واقسمهم على اثنين. يعني اقول ان الاريا هي عباره عن ايه؟ عباره عن نص تكامل على كلوز باس. لمين بقى؟ لإكس ماشي دي واي ماينس واي دي اكس. يبقى انا طلبت منك انك تحسب الاريا باستخدام ايه يا شباب؟ باستخدام جرين. يعني هيجي المساله يقول لك ايه؟ يقول لك استخدم جرين عشان تحسب اريا معينه. يبقى انا مش عايزك تحسب الاريا بالدبل انتجريشن، عايزك تحسب الاريا بالايه؟ بالكلوزد باس. احسب الاريا بالانتجريشن على كلوزد باس ازاي؟ ان انا اكامل على كلوزد باس بس الفانكشن يا اما تبقى اكس دي واي، يا اما تبقى واي نيجاتيف واي دي اكس، يا اما تبقى مجموعه الاثنين على 3. تمام؟ يعني مثلا لو جه قال لك ايه؟ لو جه قال لك استخدم جرين يا شباب ثيرم علشان تحسب ايه؟ علشان تحسب الاريا اللي جوه الاليبس اكس سكوير على اي سكوير بلس واي سكوير على بي سكوير ايكوال 1. يعني انا دلوقتي عايز احسب الاريا دي يا شباب، احسب عامل ايه؟
دلوقتي انا قلت لك استخدم جرين عشان تحسب الاريا، فانت هتقول لي ان الاريا هي عباره عن اي قانون في الثلاثه دول. تمام، لو جينا اخذنا الاخير مثلا اللي هو انتجريشن على كلوزد باس بتاع مين؟ اكس دي واي. بتاع اكس دي واي ناقص واي دي اكس. يبقى انا هقول له ان الاريا هحسب ايه؟ هحسب التكامل على كلوزد باس ده. طيب الكلوزد باس بتاعك عباره عن ايه؟ عباره عن الالبس. تمام، ده الالبس بتاعي اللي هو معادلته اكس سكوير على اس سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير تساوي كام؟ واحد. وده الاكس وده الواي. تمام كده، فهنيجي نقول ايه يا جماعه؟ هنيجي نقول ده الكلوزد باس بتاعي، هو عايز يحسب الاريا دي اللي هي الاريا اللي جوه الالبس، بس عايز يحسبها بانك تكامل على كلوزد باس. تمام، عشان كده ده هنستخدم تجريب ان التكامل على كلوزد باس ايكويفالنت للاريا اللي جوه. تمام، طيب فانت هتعمل ايه؟ هنيجي نقول ان لما يكون برضه الباص عباره عن ايه؟ عباره عن الالبس، الاحسن ايه يا جماعه؟ البارامتر برضه، بس البارامتر بقى هيبقى اكس بتساوي ايه؟ ايه كوساين تي، لكن واي بتساوي ايه؟ بي ساين تي. سيركل ايه كوساين وايه ساين، لكن دي ايه كوساين وبي ساين، والتي من كام لكام؟ من 0 ل 2 باي، صح ولا لا؟ يبقى دلوقتي يا شباب هقول ان من هنا ال دي اكس بكام؟ نيجاتيف اي ساين تي، والدي واي بكام؟ بي كوساين تي. يبقى التكامل اللي فوق ده هقول ان الاريا عباره عن ايه؟ عباره عن نص تكامل الاكس هشيلها احط مكانها اي كوساين تي، في الدي واي هشيلها احط مكانها بي كوساين تي. طيب المفروض ماينس الواي شيلها احط مكانها بي ساين تي، بي ساين تي في مين؟ في دي اكس، دي اكس اللي هي مين؟ تبقى بلس اي ساين تي، والكلام ده في دي تي ولا لا؟ طيب والتي بقى عشان تتكامل على الاس، التي من 0 ل 2 باي ولا لا؟ طيب الاف بي والاف بي دي تقدر تطلعها بره، نص اف بي صح؟ هيفضل لك كوساين سكوير زائد ساين سكوير اللي هو هيديك ايه؟ هيدي لك واحد دي تي. يبقى الكلام ده هيديك نص اي بي في تكامل الدي تي هيديك تي، وتعوض بزيرو ل 2 باي هيطلع لك باي في اي بي. يبقى هي دي الاريا بتاعت الالبس ولا لا؟ تمام؟ يبقى انا يا جماعه ممكن احسب الاريا بتاعت الريجن باستخدام نظريه جرين، بدل ما اجيب الاريا بتاعت الريجن اكامل على الكلوزد باس بتاع الريجن. تمام؟ الفانكشن بتاعتك اختار اي واحده من الثلاثه دول. يبقى فهمنا كده يا جماعه الافكار بتاع لاين انتجريشن؟ يبقى انت لاين انتجريشن ممكن يبقى لاين، ممكن تبقى مساله على ايه؟ على اوبن باس او على كلوزد باس. المساله اللي على الاوبن باس تمام؟ ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى ديبندنت على الباس او اندبندنت على الباس، او ممكن تبقى فانكشن في اكس واي مطلوبه في دي اس. المساله ممكن تبقى 3 دي فلازم تحولها لبارامتريك لو فيها اكس واي وزد. تمام؟ الباس بتاعك لو سيركل او اليبس احسن حاجه تستخدم البارامتريك. تمام؟ طيب خلي بالك ان في الكلوزد باس ماشي ممكن امشي على الكلوزد باس ماشي، او استخدم النظريه بتاع جرين يعني احاول انتجريشن على كلوزد باس دبل انتجريشن على الاريا اللي جوه، بس هكمل مين؟ بارشال تو بارشال اكس ناقص بارشال دي بارشال واي. تمام، ولو عايز احسب الاريا بجرين هستخدم اي قانون من الثلاثه دول. تمام، في حد كده عنده مشكله في الايه؟ لاين انتجرال؟ وصلت مع الدكتور ياسر لغايه فين؟ خلصت لاين صح؟ طب المفروض هيقول الاسبوع الجاي السيرفيس ولا ما تعرفوش؟ ولا هيعيد الليكتشر تاني؟ الاسبوع اللي فات قال اللاين؟ يبقى الاسبوع ده الثلاث ده هيعيد اللاين يعني صح؟ تمام ماشي، يعني هو لسه هيعيد لاين تاني خلاص. تمام ماشي يا جماعه، كمل مره كده.